ضيفتنا عايدة العبادي مدربة تنمية بشرية، رح تحكي لنا عن موضوع قانون الجذب. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا عايدة. أهلا وسهلا فيكي. احكي لنا شو التفسير العلمي لقانون الجذب؟ إحنا كتير بنسمع عنه وفي ناس يعني مجربينه بقولوا إنه بزبط معهم، إيش التفسير العلمي لإله؟ أوكي، صباح الخير أول شيء. أهلا وسهلا فيك. هلأ بالنسبة لقانون الجذب، طبعا هو قانون قديم جدا، يعني أول حدا انتبه عليه إنه من وين وجدوه أو مين انتبه له كان من عصر الفراعنة. يعني لهالدرجة إشي قديم كتير. بس هلأ في معلومات شوي مغلوطة حوالين قانون الجذب، يعني في طلعت كتير عليه خرافات. هو بالبساطة يعني قانون كتير بسيط جدا جدا وإله تفسير علمي. هلأ شو التفسير العلمي تبعه؟ يعني إذا إجينا لجسم الإنسان من ناحية علمية، نعرف إنه جسمنا إحنا كناس مكون من خلايا، صحيح؟ هلأ كل خلية فيها نواة الخلية، ومثل ما درسنا برضو بالأحياء في عنا الجزء السالب والجزء الموجب، ودائما يتحركوا في حركة دائمة وبينتجوا طاقة، صحيح؟ بالضبط. فهلأ كل إنسان، كل حدا فينا دائما جسمه يعني بينتج طاقة بشكل مستمر لا تتوقف أبدا. صحيح. فهذه الطاقة لما يفرزها جسم الإنسان أو لما تصدر من جسم الإنسان بدها تطلع للكون، لهذا العالم. وعلى فكرة يعني كل إشي تاني حوالينا برضو في هذه الطاقة، لأنه كل جسم برضو في خلايا 100%. فلما تطلع لجسم تاني بدها تتفاعل مع هذا الكون، تتفاعل مع شخص إنسان أو مع إشي. فهذا الإشي بدللنا على أنه قانون الجذب اللي بيعتمد على الطاقة اللي صادرة منك اللي أنت بتصدرها للكون. أوكي. فشو هو قانون الجذب؟ هل علميا حكينا أنه بيعتمد على طاقة اللي خارجة من جسمك، من النواة، من نواة الخلية بالضبط، للكون. طب هسا يعني شو هو قانون الجذب؟ قانون الجذب هو ببساطة بعيدا عن أي خرافات، هو أنك تتحكم بأفكارك عشان تجلب لنفسك الأشياء اللي أنت بترغب فيها، الأشياء اللي أنت بدك إياها. تمام، ببساطة هذا هو. طيب آلية عمله كيف؟ أنا كشخص بدي أجذب الإشي اللي منيح لإلي، شو طريقة التفكير، شو آلية العمل؟ بالضبط. هسا القانون الجذب من شو بيتكون؟ هلأ في إله ثلاث مراحل. أولا اللي هي الطلب، ask، يعني بدك تطلب إشي معين. كيف بدي أطلبه؟ أول شغلة بدي يكون هذا الإشي اللي أنا عم بطلبه بدي يكون محدد جدا، يعني بكون عارف أنا بالضبط شو بدي. يعني ما بصير تحكي أنا بدي النجاح بشكل عام، لا، حدد بالضبط أنت إيش بدك، يعني شو النجاح اللي بدك إياه، بأي مجال، بأي موقع. وبعدين كل ما حطيت تفاصيل أكتر للإشي اللي بدك إياه رح يكون أسهل إنه يوصل لك وأقرب إنه يوصل لك. أعطي مثال بسيط. نفترض مثلا إنه حدا أنا بدي سيارة، شو نوع السيارة بدك إياها؟ بحكي مثلا بدي سيارة موديل 2012، بدي يكون لونها أسود، بدي يكون موديلها، بلاش نعمل دعايات، موديل معين، بدي فيها الإضافات هاي 1 2 3. فهذا الإشي بيخليك تجذب هذا الإشي لك أسرع. هاي أول شغلة. هلأ الشغلة الثانية بليف، اللي هي الإيمان المطلق إنك هذا الإشي رح يجي لك، تكون مآمن إنه هذا الإشي رح يوصل لك. يعني أنا أوكي، أنا هلأ طلبت الإشي اللي بدي إياه، هلأ لازم يكون في عندي بيني وبين حالي إيمان مطلق أوكي إنه هذا الإشي رح يوصلني، رح يجيني، مش أنا طلبت هيك، هذا الإشي رح يجيني. هلأ آخر شغلة اللي هي ريسيف، الاستقبال، بدك تستقبل الإشي اللي أنت طلبته. طبعا هاي فيها شوي تريك. في ناس كتير بيطلب شغلة وبكون بده إياها بس ما بيكون مجهز حاله إنه يستلمها، ما بيكون مجهز حاله إنه توصل له. خليني أوضحها شوي. هلأ بتشبه فكرة الطيارة اللي بدها تهبط بالمطار. هلأ اعتبر الإشي اللي أنت بدك إياه هو الطيارة. وصلت على مطارك ما لقيت هذا المطار جاهز، بدها تضطر تروح على مطار تاني تهبط فيه. هلأ الإشي اللي أنت طلبته لأنك مش مجهز حالك، مش مهيئ حالك، ممكن نفسيا، ممكن بالمكان أنت فيه، بالبيئة اللي أنت فيها، فهذا الشيء رح يخلي الإشي اللي أنت طلبته يروح لحدا تاني أو يتأخر، ممكن أو يتأخر أو ما يجي حسب. ممكن ما يجي يعني. ممكن. طب كيف بده يكون الإنسان مجهز حاله؟ يعني إذا بنحكي إنه هو مطار، كيف ممكن يكون مطاره جاهز إنه يستقبل هذا الإشي؟ بالضبط، سؤال جميل. هلا يعني لأنه نرجع للنقطة اللي بعديها، لأنه هو بليف، ما إنه يكون مصدق إنه هذا الإشي رح يوصل له ومآمن بهذا الإشي. لما إنك أنت مآمن بهذا الإشي خلاص استعد إنك يعني جهز حالك أساسه. مثلا نرجع لمثال السيارة، إنه مثال بسيط، إنه خلاص أوكي أنا رح تجيني هذه السيارة، فأنا أكون مجهز ظروفي إنه خلاص إنه أثير مثلا
مثال عليها انه احسب مثلا حساب البنزين، بدي اشيل كذا للبنزين، بدي اجهز لها للسياره هاي مكان اصفها فيه. اصف يعني انت مجهز امورك لهذا الشيء اللي رح يوصل لك. اوكي حلو بهذه طيب. البساطه طب يعني هدول الاربع خطوات هم اللي بيخلوا الشيء يجي لنا. هذه آلية العمل بالضبط. آلية العمل. طب كيف هو اصلا بيشتغل؟ يعني كيف يعني هيك اشرحي لنا اكثر عن الموضوع. بالضبط. هلا كيف بده يشتغل قانون الجذب وكيف بدنا نفعله؟ هلا اول شغله في عنا افكار. اول شيء بدك تبلش تفكر انت. بدك تفكر بالشيء اللي بدك اياه، بدك تفكر انه كيف تحصل على هذا الشيء. يعني اول بدك تكون بدك توجد فكره. اول شيء. هلا بمجرد ما وجدت الفكره انه انا بدي اشي معين، بدي احصل على هذا الاشي، بدي يكون لإلي، بعد هيك بدي يصير في عندك مشاعر. هلا مشاعر، بالنسبه للمشاعر لازم تكون مشاعرك ايجابيه تجاه هذا الاشي، ضروري كتير. فبدي يكون عندك مشاعر تبلش هذا يعني بعد ما صار عندنا فكره، على اساس الفكره بدي ابلش مشاعري تطلع. يعني بدي اصير مثلا انه متحمس نحكي هذا الشعور، مثلا انه فرحان لهذا الاشي. فعلى الاساس صار في عندك مشاعر. هلا بعد المشاعر صار في عندك طاقة دافعة. طاقة يعني دائما مشاعر الإنسان هي اللي بتدفعه إنه يعمل هذا الشيء. وإحنا مثل ما بنعرف إنه الإنسان كائن عاطفي أكثر ما يكون كائن منطقي. طبعا هذه حقيقة، مع إنه مرات نحاول نبعد عنها، بس هذه الحقيقة إنه الإنسان كائن عاطفي أكثر ما يكون كائن منطقي. يعني أنت لما يكون بعملك في عندك مشاعر عم تدفعك رح تبدع أكثر. فبعد هيك مثل ما حكينا أن يكون في عندك طاقة دافعة. طاقة دافعة على إيش تدفعك؟ لا آخر شيء للعمل. هلأ قانون الجذب نرجع نوضح شغلة، مش معناته أنك تقعد تفكر وتنسى الحياة وخلاص وكل شيء رح يجي لك وأنت قاعد. هاي خرافة طبعا 100%. لا قانون الجذب بيحدد لك أكتر إيش بدك وكيف أنك تسعى له أكتر، والكون رح يساعدك بهذا الشيء. عموما لما يكون أنت صادق بإشي وبدك إياه ومهتم فيه وحابب أنك تحصل عليه، كل إشي حواليك رح يصير يساعدك. بس انت برضو انك تحرك انه اعمل. طبعا مش نقعد ونستنى. اكيد اكيد. طيب عوائق قانون الجذب. عوائق قانون الجذب، هلا من اهم العوائق اللي بتعيق قانون الجذب عدم الامتنان. بما معناته انك ما تكون ممتن على الوضع اللي انت اوريدي فيه. الرضا يعني قصدك. الرضا والامتنان تماما. يعني هلا انت عشان تبلش تشتغل بقانون الجذب لازم تكون اوريدي ممتن على الاشياء اللي حواليك. وعلى فكرة مبدأ الامتنان إشي مريح جدا نفسيا. يعني بتبلش تمتن على كل إشي حواليك، لما أنت أصلا تكون ممتن هذا رح بالأخير يوصلك لمشاعر إيجابية أنه أنت في عندك شغلات كتير بتسوى بحياتك. مثلا بدي أكون ممتن على صحتي، على أصدقائي، الحمد لله، على مجتمعي، على أي إشي ممكن يقدم لي خدمة، أي إشي بسيط لدرجة ممكن المج هذا اللي بشرب فيه المي أنا ممتن أنه موجود عندي. الحمد لله. صح. فالحمد لله أنه عدم الامتنان، أنه الإنسان اللي بيكون كثير الشكوى أنا ما عندي، حياتي صعبة، ظروفي، يعني هاي الشغلات أنه هاي بتعيق كثير الامتنان. شغلة ثانية أنه هذا الإنسان ما يكون تفكيره إيجابي. لما ما يكون تفكيرك إيجابي وبس مركز على السلبيات، هاي تعيق أيضا قانون الجذب. تعيق جدا، وبالمقابل برضه رح تجلب لك السلبيات. مش بس هيك، هلا قانون الجذب على فكره عم يشتغل بجهتين، يعني ممكن تجذب لحالك الاشياء الايجابيه والاشياء السلبيه. فننتبه فعليا احنا يعني دائما اي شيء بصير بحياتنا بكون احنا جبنا لحالنا لنفسنا. يعني بصير عندي مشاكل، عندي كذا، انا اللي جبته لحالي هذا. صح. فننتبه صح. على افكارنا وين عم تروح وين عم تجي. بتعرفي انت بتحكي صح، اوقات الواحد اذا بتنفتر او شيء وبيضل هيك هي عم بيصير معي هيك وهيك وهيك، بتحسي كل اليوم بقلب نكد، يعني بتصير كل شيء حواليك عم بينكد عليك. صح. فيعني هاي منطقيه صراحه الحكي، هي سلسله لانه. طب حلو. طب عايده ايش في نصائح عندك هيك اخيره قبل ما نختم عن قانون الجذب لكل الناس اللي هلا سمعونا وحابين يبلشوا هيك بقانون الجذب ويتبعوا الخطوات اللي انت حكيتي عنها؟ اوكي. هلا من اهم الخطوات انه عشان يشتغل معنا قانون الجذب صح، وعشان احنا بدنا نستفيد منه، انه انت كانسان يعني اعتمد بحياتك على مبدا الحياه الطيبه. يعني دائما خلي افكارك ايجابيه، خلي نظرتك للاخرين يعني بنفس طيبه، فخلي دائما انت يعني نفسك صافيه. هذا الشيء كثير راح يساعدك بالجذب وبشغلات ثانيه برضه يعني بحياتك عموما. هلا غير هيك انه بقانون الجذب بدك تنتبه انك ما تتعلق بالشيء اللي عم تجذبه.
كثير ضرورية هاي، هذا إشي أساسي. يعني هلأ إذا تعلقت ووقفت حياتك على هذا الإشي، أنا إيه معناته؟ أنا يا بنجذب لي هذا الإشي يا حياتي بتخرب. لا هيك غلط. أوكي إنه أفكر بالإشي وأشتغل له وكون مستني إنه يصير لك، بس ما تتعلق فيه وتعلق حياتك عليه. التعلق غلط لأنه غلط جدا. هلأ غير هيك، غير التعلق، غير مثل ما حكينا مبدأ الحياة الطيبة، إنه انتبه لأفكارك، لأنه أنت مرات عم تكون عم تجذب لحالك إشي ممكن يكون فيه شر لإلك. أوكي. هلأ مرات مثلا أنا بدي أكون، نحكي مثلا نجذب إنسان لحياتي. أوكي. هلأ بالأخير ممكن يجذب هذا الإنسان، بس أنت ما بتعرف شو رح تخسر عبين ما يوصل لك هذا الإنسان. فأنت انتبه إنه لما تكون تجذب إشي ما يكون الخسارة أكثر من المكسب. لا انتبه إنه أنت كإنسان عم تجذب الأفضل لحياتك، وإذا بدك يعني تكون متوقع أن يكون في خسارة، يعني يكون متحمل مسؤولية هذا الإشي. ضروري جدا. هلأ غير هيك أنه مثل ما حكينا أنه هي بتعتمد، الجذب بيعتمد على أفكارك، فأنت بدك تحاول تتحكم بأفكارك. طبعا في شغلة تانية بدي أحكيها عن قانون الجذب. طبعا هو قانون كتير واسع، يعني عموما أنا لما بعطيه بالدورات بعطيه بدورة 4 أيام. ويا دوب نكون عم نلم بالشغلات الأساسية. أنا اليوم عم بحكي يا دوب طبعا إحنا مقتطفات يعني، بس لنعرفهم على هذا الإشي. فهو فعليا القانون كتير بيشتغل، وكثير خصوصا اذا كنت شخص مدرب على هذا الشيء رح تلاحظ انه قديش رح يكون فعال بحياتك. يعني اولها رح تتفاجأ يمكن من شغلات انه عم فعلا عم تصير بهالسهوله وعم تصير انه معي، بس بعد شوي رح تبلش انك تتقنه اكثر. حلو. يعني بالتدريب بالضبط. تمام. تمام. بدي اتشكرك كثير عيدة، يعني هاي معلومه هيك جديده وحلوه جبتينا اياها. شكرا لوجودك معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك. العفو. شكرا لك. شكرا على المتابعه. لا تنسوا تشتركوا بالقناه لتشوفوا كل شيء جديد.